السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. اليوم مع فيديو جديد ان شاء الله. شحال هذا ما نشارك معكم شي وصفة. المهم اليوم البنات غتشارك معكم واحد ميني كيك، ها هو الكوك ديالو. راني متاكده كاينين في جميع البيوت، غادي يخرجوا كلشي خدينا بهم. ياك اختي فاطمه، دابا واخا ما كاينينش يعني دوك اللي يعني قالوا مزيانين، ولكن كتلقاو دوك الخفاف اللي ما عندهمش، عندهم داك لي سامبل يعني ما عندوش هاد البلاصه في الوسط، ماشي مشكل. اي قال مستعطي، المهم يكون بحال هكا صغير مينيك، حقاش غندير فيه ميني كيك. المهم شوفوا كيفاش داير. هادو خداتهم خالتي دوك النوع الجيد، يعني شحال هادي خداتو ياك اختي فاطمه؟ هذاك واش عجبهم؟ واش زينين ولا ماشي زينين؟ لا باينه زينين. المهم الناس انا كيعجبوني هادو، يعني كل واحد كياخذ الكيكه ديالو احسن ما كان ديك الكبيره. واخا كنديرها كتبقى يعني مشطونه، سيري شوفيها سيري هادي. المهم هادو زوينين بزاف. ماما انا كنديرهم غير بيضه وحده والحليب وداك الشيء عادي ولا كخافاش، ولكن ماما قالت لي واحد الطريقه زوينه. المهم غادي نشاركها معكم وحتى انا غادي نكتشفها اليوم. يلا نشوفوا المقادير اللي عندنا البنات. البنات عندي هنايا كاس ديال السكر، كتاخذوا داك ديال السكر ديال القهوه كتقوشوا في المهراس. كنأكد كنأكد ان يكون داك السكر ديال القهوه، داك الميني سكر هذاك الصغير، كتاخذوه تهربشوه كما شفتوا هانتوما. علاش البنات اللي غادي يسوي يقول لي علاش هانتوما راه باقي هانتوما هرمشتوها شويه دابا باقي الحبه ديالو كبيره؟ علاش البنات؟ حيت هو اللي كيصدق به هاد الاخر اللي غادي نصاوب دابا. ندوزو نكملو. هنا عندي نص كاس الحليب هانتوما، غادي نقص به شويه ديال عمراتو لخالتي فاطمه. هانتوما عندي نص كاس ديال السنيده ديال الزيت، عفوا هنا السنيده غادي نحتاجها بلاتي الحلوه، هادي سنيده عاديه ماشي مهمشه. عندي هنا عندي واحد فلو الفاني، عندي هنا واحد الخماره حمراء، هنا جوج ديال الكاكاو، هنا بيضه وحده، عندي الدقيق فورس، وعندي نطرد الحليب غنسخن من النص. وغنحتاجو واحد الكاسرونه واحد لابوا باش يعني نصوبو فيها الحلوه. الحاجه الاولى البنات اللي كنبداو بها، قالت لي انا قالت لي ماما غنشاركها معكم اول مره، ناخذ داك السكر اللي قلت لكم مهرمش غادي نديرو. هانتوما شنو غادي ندير؟ الكراميل غنحطو على النار تكون هيله البنات. قالت لي ماما النار تكون هيله 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 بزاف، والكراميل البنات ما خصناش نحركوه من الاول. المهم ماما جرباتو بهذا ديال السكر تاع القهوه، جرباتو به جا زوين. قالت ماما غندوزو نكملو المقادير. هنا درت شويه الملح، قبصه الملح البنات، شفتو شفتو البنات قبصه الملح، راني غاد مع الما فيها ما تشبه، درت قبصه الملح باش غادي نخلص هذاك هادشي. المهم الناس غادي نمشيو غادي ندوبو الكراميل، غادي نحبس الصوت بما دار ليا الكراميل وغنسرع الفيديو حتى يولي السكر كامل ومن الزيت ونكملو داك الشيء. اجيو معايا. البنات اللي غادي يسولوني علاش درت السكر هكا يعني يدوب الاول، علاش البنات؟ حيت غادي نديرو فهاد الكول ديال الكيك غادي نديرو فيه هو الاول باش يبقى شاهدينا. المهم البنات غنقطع لكم الفيديو بما دار ليا السكر ونرجع لكم. البنات انا رجعت لكم، هنايا الكراميل ديالي كما كتشوفوا راه كيذوب، شفتوا؟ انا كنحرك فيه حتى كما شفتوا معايا في اللون بدا كيصفر، داك الصفر الذهبي. المهم البنات هاني كنضحك انا مع واحد الدري هنايا كانت معايا، شو كيفاش كنحرك فيه. هانتوما كنجيبو كنردو بالمعلقه ديال الخشب، ما كنديرش ديال الحديد، المعلقه ديال الحديد البنات ما كتصلحش باش كيذوب السكر، كتحرقو كيجي فيه واحد المذاق ماشي تلتم. هنا البنات كنصحكم واحد النصيحه، اللي عنده ديك الحلوه ديال الكريم ماشي ديال الكراميل عفوا، كتشدوها وكتقطعوها، كتكون يعني كيجيبوها صحاب للخارج بزاف، وكتباع حتى في المحلات الكبرى. كتاخذوا واحد القابصه كتعطيو بها الدراري، ولا الا كانت متوفره، الا ما كانت متوفره معليش كتشدوها تقطعوها طريفات صغار وتذوبوها مع هاد الكراميل. اين فوا تشوفوا السكر بدا كيهبط كتحطوا مع داك الحليوه كتجي واعره. واللي ما عندوش كيكتفي كما درت انا زوين بزاف. كما شفتوا خالتي فاطمه تما كانت كطلت الشرجم، قلت لها خالتي فاطمه كتبرقي، قالت لي دابا بنيتي ها كنشوف كاين الغيام واش الحال الشتا كتبغى تهبط الكسوه. هنا شفتوا الكراميل كيولا، انا غادي نعاود نردو، شفتوا
خاصني عاود ثاني نردو شويه. هانتوما راني عاود رديتو. علاش البنات استغفر الله، علاش البنات؟ حيت باقي يعني مع البروده راه عندنا الدار بحال الثلاجه، ماشي بارده الدار برا ولا راكم شفتوا راه عندنا ناقص 6 ناقص 3. غير كتخرجي الحاجه راه كتجمد. المرقه راه خاص ديري البوطه حداك وتسخنيها بوطه صغيره وكنسخنوا الماكله عاد نحطوا حدا ناكلو. ياك اخالتي فاطمه غير حيت دابا الثلج طايح حدانا الثلج كما كتشوفوا الكراميل كنردي ونجيب وكنهبط داك الجناب، حيت الا تحرق ليا داك اللي في الجناب راه كيعطي الريحه. هو الكراميل باش يصدق لكم النار مهيله. سيري خدمي شغلك وخليه كيذوب وتبقاي تراقبيه حتى كيبدي يذوب يذوب حتى داك الشيء السكر كاع يطيح. عاد بدي تحركي بمعلقه الخشب، دائما معلقه الخشب هي اللي كتصلاح وهي اللي كنصح يعني البنات بها. هنا البنات كما غادي تشوفوا انايا راني طفيت على العافيه وغادي نديه لا باق ها نتوما هاني ديتو. هنا عاشق صغيره كيما شفتوا وكتبدي ديري شويه 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 خير واحد شويه هان كيما شفتوا. انا كندير غير نقاطات يعني في المول في الحاج ديال القاع ديال المول عفوا كديروه. اللي ما عندوش البنات هاد لي مول اللي كيكون فيه واحد الطقيبه في الوسط تقدروا ديروا مول اخرين يعني راني قلتها لكم. هنا كديري الكراميل راه كيصدق، تقدري ديري يعني ما عندكش هاد لي مول ديري كي يعني المول ديال الكيكه الكبيره كديري فيه هاد السكر كامل. و البنات هنايا كيما شفتوا راني كنكب هنايا داك الكراميل كامل ما شاء الله وتبارك الله. راه البنات راه صدق كما كتشوفوا اللون ديالو راه يعني بالنسبه لي انا اول مره غادي نديرو راه تبارك الله راه صدق ليا. تبعت على المراحل اللي قالت لي الوالده ديالي الله يحفظها ويعني وصدق ليا. هنا طلبت المساعده بخالتي فاطمه ما بغاتش تبان يعني ماشي ما بغاتش تبان قالت لي انا ما نبانش حشمات. انا راه قبل ما نبدا شي فيديو البنات كنبقى نطلب فيها باش تبان يعني كتحشم بزاف هي. مهم هنا البنات انا كنستعمر كنكب الكراميل ديالي في ليمون قبل ما يبرد ليا. هنا خالتي فاطمه عاونتني راه كتجريه ليا حيت هو مع البرد راه في الساعة يعني كيجمد في المول. راكم عارفو هادو ديال الحديد راه باردين في الساعة كيلصق لي كيما كتشوفو. انا كنحاول نزرب وما عليتش البنات يمكن ليكم تحطو البوطة صغيرة هكا حداكم هو فوق العافية وكتبقاو تكبو. ما عليتش البنات إلا حتى يعني تقاضى الأمر وجمد ليكم راه ماشي مشكل يعني خليوه راه غادي نخشيوه في الفران وبزاف د الحوايج جايين. كيما تشوفو البنات هنايا خديت نص لتر د الحليب هدا كنديرها فيه يترو كما كتشوفوا هذاك راه فيه يطرو شي يطرو ايه صافي ديال السيترو. هنا هذا الحليب راني شاركته معكم خديته من السوق اللي قلت لي راه الفيديو حطيته لكم يعني الفرق بين مرجان وداك سوبر مارشي اللي تحل. هذا خديته راه يعني راه تقريبا يمكن فيه جوج فابور. هنا كما كتشوفوا نكب نص لتر د الحليب في الكاسرونه نفسها اللي فيها ديك سنيده يعني ديال اللي كنا درنا كراميل شفتوا. هذا راه واخا داكشي يكون لاصق يعني جامد ديال بصح ماشي مشكله البنات راه كيعطيك مذاق الكراميل كيجي واعر واعر كيجي واحد المذاق في الحليب يعني نكهه مع نكهه اخرى يعني كيجي يعني كتر من الطوب البنات. هنا درت جوج معالق حتى ثلاثه ديال السنيده. انا اكتفيت غير بجوج حيت راكم شفتوا باقي لي شويه يعني يعني الكراميل الا ما كانش باقي لكم لاصق بزاف تقدروا ديروا ثلاثه. انا درت غير جوج من سيتر الحليب. هنا واحد الساشيه ديال الفلون ديال الفاني تقدري ديري ليه الفريش شوكولا المهم اللي متوفره في الدار. انا عندي الفاني البنات هذا راه من رمضان هو عندي وباقي التاريخ ديالو حتى 2023 يعني باقي تبارك الله. هنا خويت شوف الكاسرونه كنحرك حتى يعني يغلي واحد نقول لكم واحد ثلاثه الغليات ولا اربعه حتى يذوب. المهم البنات اربعه ولا خمسه الغليات حتى يذوب داك السكر اللي عندكم استعينوا بالضراب ولا المهم عاشق عادي خليوه يطبخ يطبخ مزيان حتى داك السكر اللي يعني راه الكراميل عندنا شفتوا كيفاش كنوريكم راه كنحركم. هنا نخليوه يطبخ البنات. علاش غادي تقولوا لي خليتي ديك سنيده وما درتيش كاسرونه اخرى ولا البنات باش يعني رانا عارفين يعني تماره وداك الشيء في نفس الوقت كتستافدي بداك لوغو ديال داك المذاق ديال الكراميل وبنفس الوقت يعني يعني ما تديريش عليك المعينات بزاف. حنا عارفين حنا النساء راه عندنا بزاف الشغالات وكاين بزاف ما يتقضى. هنا كما تشوفوا رجعت لكم باش نخلط لكم الخليط. عندي هنايا غنوريكم
نص كاس سنيده شتو ها نتوما، عندي نص كاس سنيده، عندي هنايا غادي نديرو بيضه وحده كما غادي تشوفوا، راكم دايراها فوق الفورس هادشي علاش كتبان بيضه ليكم في اللون. هنا نص كاس سنيده، طاحت لي غير واحد القشره، هذا خطا تقني وصافي ماشي مشكل. هنا يعني قشره البيضه ماشي مشكل. هنا غادي نضربوا البيضه وسنيده مزيان 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 البنات اللي عنده الضرب الكهربائي. انا البنات مازال ما خديتوش، ان شاء الله حتى نهبط للبلاد وناخذو. هنا خالتي قلت ليها قابلي لي داك الحليب، تبقى تحركيه حتى باش يذوب داك الكراميل اللي لاصق في القاع ديال الكاسرونه ديالي. كيما شفتوا راه كيغلي مزيان البنات هاد الحلوه البنات، راه كتجي خطيره 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 بزاف للضياف. هكا يعني ديروها في مول كبير، وانا درتها غير في دوك الصغار كيعجبوني هكا دوك الديكور ديالهم هما صغار. هنا كنهبط داك الفلون كنلاصق ليه في العاشق، بالنسبه اللي ما يعرفش شنو هي العاشق هي المعلقه حنا يعني نقولوا لها المعلقه. هنا كنحركوه هكا وكنكبوه فوق داك الكراميل. انا خليت لي سباس باش غادي ندير الكيك الخالي ديال الكيك. هنا كنكبو داك يطرو الحليب، اللي كتبغي المذاق الفلو بزاف ديري يطرو. انا جوج فاني اللي عنده حتى الفاني البنات يديرو. انا يرا ما عنديش الفاني، ديك الساشي البيضاء نسيت ما جبتهاش مرجان تنرجع ليها. هنا تقدري ديري ساجي الفاني يعني وديري يطرو الحليب وجوج فلو ديال الفاني ولا الشوكولاته ديرو جوج باش كيجمد فطره. انا البنات خليته غير على حراره المطبخ، راه غادي تشوفوا بين ما انا راه ما يعني ما درتش فيديو غير فيديو واحد كما غادي تشوفوا يعني ما طفيتش عاود الكاميرا. هنا راه غير الحراره ديال المطبخ ديالي بالبروده ديال المطبخ راه غادي يجمد، غادي تشوفوا معايا كاين البرد ديال بصح. هنا كنبانولكم انا خالتي فاطمه سمان، راه حنا غير ماشي سمان، راه حنا غير الكسوه لابسين اربع تريكاوات ثلاثه سراول. المهم راكم عارفين البلاصه اللي كيكون فيها الثلج. بالنسبه هنايا كنضرب مزيان مزيان البيض وسنيده اللي يعني باش الكيكه كتصدق خاصك تضربيه مزيان مزيان شفتوا حتى كيصبح اللون ديالو مايل شويه البيوضيه. هنا نص كاس الحنبه ديال الحليب، انايا راه كنت خليت شويه كما غادي تشوفوا، لكن عاود ضفتو جاني شويه الخليط الثقيل، غادي نعاود نضيفو في الاخر كما غادي تشوفوا. هنا سمحوا لي البنات كنهضر اوديو حيت مشى ليا داك الصوت ديال الفيديو. هنا نص كاس العنبه الزيت ما عامرش، نص كاس يعني ربع كاس نقولوا، نخلطو مزيان مع داك الحليب وسنيده وبيضه وحده. راه كتقام عليكم رخيصه بزاف البنات، بيضه وحده تقدروا تاخذوا يطرو الحليب اللي تاخذ من الحانوت اللي ما عندهاش في الدار وصافي. وخميره راه كتكون في يعني جميع البيوت. هنا عندي جوج الكاكاو المر كما كتشوفوا، انا كناخذ هذه ما كناخذش ديال العبار صراحه، ما عمرني جربت ديال العبار. اللي عنده ديال العبار قالوا لي راه كيخلطوا مع الدقيق ولا ما نعرفش واش كيذوب واش بس يعني ماشي كيذوب. مهم الا عندكم ديال العبار راه غادي تنقصوا في الكميه ديال الدقيق. هنا الدقيق غادي دير لكم هذا الخليط، 7 د المعالق ديال الدقيق، 7 العواشق ديال الدقيق. هنايا كما كتشوفوا خويت داك الشوكولاته المر جوج، اللي عندها غير داك العبار ديال العبار دير جوج معالق. هنا كما شفتوا حنا غادي نخوي الشوكولاته ديالي كامل شفتوا، وغادي نعاد نحرك ندخل داك الشوكولاته يولي اللون ديالو كحل 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 يعني ما راه غادي نوريه ليكم يجي كحل نيت. كنبقاو ندخلو هنا الشوكولاته شويه مور شويه البنات كما غادي تشوفوا. صعيبه البنات من كتصوري وكتقولي راه الصوت كيسمع وكتعاودي تهضري يعني اوديو ما كيعجبنيش. مي البنات الا عجبكم هكا الصوت ديالي في اوديو قولوها ليا ندير لكم غاز لي زي اوديو. مهم نتوما وشنو بغيتو كنتمشاو بالراي ديالكم نتوما. الكبيدات هنا الكبيدات ديالي هنا غادي نخلط مزيان مزيان مزيان، غندخل ديك الشوكولاته المر حيت كتكون شي مرات محبه كندخلها مزيان باش ما تبقاش محبه ليا. اللي عنده داك ديال العبار يغربلها البنات. هنا كنقول لكم على العويشقات راه غادي دير ليا 7 العويشقات ديال الطحين. هنا راني نسيت ديك الخميره ما ضفتهاش حتى الاخر ديال الخليط كامل، حتى حبست الدقيق وعاد ضفت الخميره. هنا كنت درت 7 العويشقات ونص وانا نسيت الخميره، ونص هي راه في الخميره يعني انا الوالده ديالي قالت لي 7 العويشقات يعني عامرين وانايا درت 7 ونص فهمتوا كيفاش، حيت انا كنت كنتفرج فيها ابي الفيديو
هي كتصايب هاد الحلوه. انتم شفتوا الخليط كيف جا هنايا؟ جبت واحد العاشق باش نعبر به الدقيق. انتم ها الاولى كما تشوفوا انا غندير 7.5، وهانتوما غاديه معايا في الفيديو كتشوفوا شحال غادي ندير. هنا 3 شفتوا، وكنحركو مزيان هاد الخليط. اللي عندها شي سباتول دير، انا يعني عندي هذاك الشيء اللي كان في الدار اللي كنصاوب به يعني قبل ما يكون اليوتيوب، اللي باقي عندي ما كناخذ شي حاجه باش نبان. ولا هنا البنات بالنسبه لهاد الدقيق ديال العروسه والكنز، الكنز البنات خديته من مرجان، كتاخدي 10 كيلو وكيعطيوك 5 كيلو فابور ديال الفورس، يعني الحرش، وكيعطيوك الفورس مع انتوما كنز. انا راني بها باش راني سييت هاد الكيكه، جات واعره. وهنايا بالنسبه للعروسه انا ما كنتش كناخذ الفرص صراحه في رشها، كناخذ غير داك، حيت انا ما عنديش القمح في الدار، كناخذ ديك العروسه وكناخذ الفور كنعفوا كناخذ العروسه هي راه نيت فورس، وكناخذ كناخذ الحرش وكنخلط وكنعجن به. بالنسبه راني جربت هاد كنز بانت ليا زوينه، كنت كنستعمل ميمونه ولكن ما بقيتش كنستعمل، هذا شي 4 شهور كما كتشوفوا. انا زدت معلقه اخرى، هي 6 المعالق، وهنا غادي نزيد جوج يعني وحده اونص. شفتوا راه الخليط بدا كيتجمع. انا راني ما ضربتش على الخميره، نسيتها حيت كنشوف في الكاميرا وكندوي، هادشي علاش. هانتوما غادي نزيد يمكن 6 الى هذا قلت ولا 7، هانتوما راكم كتحسبوا معايا. المهم انا حسبت 7 العويشقات اونص، شفتوا ها هو بدا تقال لي الخليط كما شفتوا البنات. هانتوما غادي نزيد النص، شوف داك النص البنات ما تزيدوش، حيت داك النص اللي زدت وزدت الخميره خلاني نزيد داك الحليب اللي كيبان لكم في الكاس كما كتشوفوا. راني زدتو غير ما كانتش الكاميرا خدامه. هنايا كنخلط البنات مزيان باش كنوريكم بلا داكشي راه يعني صافي. هنايا من بغيت نجيب العاشق باش نبقى نعبر، انا كنت قطعت الفيديو حتى تمبار كان صونا ليا شي واحد يعني جاوبتو. من جيت نعبر بالعاشق الصغير، العاشق يعني باش نبقى نكب في ليمول ونبدل لكم بالتصوار، لقيت بلا داك الخليط ثقيل مع زيت الخميره. شفتوا هنا حتى غادي ندي الاخر ديالي، شفتوا هانتوما راه وريت لكم هنايا الفلون راه جمد، ما وصلاش 10 دقائق ولا 5 دقائق بين ما خلط هذا الشيء وجمد. هنايا راه بنتي هاد صقي بنتي صيبوت راه كتزقي. هنا غندي هاد الشيء لهيات، راه كما كنشوفوا داك الكاس راه ما بقاش فيه الحليب، راني كبيتو. هنا غادي نكب الخميره اللي نسيت، نسيتها البنات والله ما تديوش عليا، ما شفتهاش، بقيت كنضحك على راسي ملي لقيتها تما، قلت لصابري عاودي الكاميرا عاودي راه نسيت الخميره. مهم راه هاد المونتاج راه فيه الخدمه البنات، ونتمنوا نكونوا عند حسن الظن ديالكم كاملين. كما كتشوفوا هنا راه الخليط يعني هذاك هو، يعني من بعد ما زدت له الحليب شفتوا يعني بحال اللون ديالو تغير شويه مع ديك الشوكولاته كان جا لونه قاصح، وما ضفت ديك المعلقه الحليب، غير معلقه ولا ما واصلاش معلقه يعني كامله. هنايا راه البنات راه غادي نكب باش تشوفوا بلا راه جمد داك الفلون مع الكراميل من التحت، كيجي مذاق خطير 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 صدقوني البنات. اللي عندها الضياف كنعاود نقولها لكم، راه ماما دارتو للضياف يعني واعر، يعني هكا من بعد الغداء كياكلوه مع كاس القهوه كيجي فن فن فن. كنتمنى تجربوه، كنقسم لكم بالله اللي جرباتو ترد عليا في كومونتير كيجي واعر. خاتي فاطمه الكيكه اللي درت زوينه ولا ماشي زوينه؟ لا زوينه كتحبل. خاتي فاطمه قالت لي زوينه كتهبل على نيتها. انا كنصور ليهم انتوما يعني، انا خليت واحد المساحه البنات، وانا راه حليت عليه الفران مع شميت ريحه، وقلت راه زعما طابوا يلا كنتنفخوا مع حليت الفران، هبط شويه ماشي هبط يعني بزاف، غير شويه ما تحلوش عليه الفران البنات حتى تفوت 25 دقيقه، كنعاود ناكد عليها 20 حتى 25 دقيقة. اللي عندها الفران ديال الزاج تبقى تطلع عليه، اللي عندها الفران يعني عادي ديال يعني ديال الغاز، انا عندي ديال الغاز وعندي فيه الزاج كيبان يعني. هنا البنات كما كتشوف كنخب نكب هذاك الخليط كامل،
عندي في المول ديالي، كنخلي داك لي سباس اللي قلت لكم على حسب كي كتنفخ ليا ساعة. و يعني البنات لي بغات يعني تزيد تعمرو باش يجي يعني كبيرة الكيكة من الفوق، أنا كنبغي يعني تجي داكشي عبارة يعني صغيورة كيما قلت لكم. ديروها وجربوها، اللي عندها الضياف تجربها دير لهم في المول العادي، اللي أنا غادي تشوفوا داك الخليط اللي بقى ليا ديال الكيك درتو في داك المول. نتوما إلا عندكم الضياف وبغيتو داكشي يعني يجي في الطبسيل هكا تزوقوه باللوز والكركاع وهكا الشوكولا الشيكولا كحله دوزوها خطوطه ديروها في شي بلاستيكه ودير لها واحد تقيبه صغيره في الجبره وكتبقاو دوزوها كخطيط. عاوتاني الكراميل تعاودوا ديروه في بلاستيك عاوتاني تفوتوا خطوط فوق الكيك الكحل اولا اللي بغات تقلب بين الكيكه يعني الفوق والكراميل تحت، بغات تخلي الكراميل فوق والكيكه لتحت اللي بغيتو. الا خليتو الوجه ديال الكيكه من الفوق يعني جات منفخه تبارك الله وزوينه وبانت لكم من الفوق، تقدروا ديروا تقدروا يعني كيفاش نقولها لكم يعني تقدروا تقلبوا ديك الشوكولاط الكحل من الكيبان وتاخذوا الشوكولاط الابيض وتذوبوه اولا الكراميل او تزوقوا باللوز افيلي تزوقوه باش ما عندكم في الدار. انا عندي اللوز ولا عفوا عندي كاوكاو وما زوقتوش به، عنده ديجا كنت خدمت به واحد الحلوه يعني باقي عندي في واحد لابواط وما ما استعملتوش. هنا كما كتشوفوا حطيته في واحد الصني كما كتشوفوا كحل، انا مع الهضره مشيت معكم. هنا داك الصني الكحل غارق شويه ماشي بزاف كما كتشوفوا. هنا كطيبوا الماء، طيبوا يعني الطياب ديال بصح يعني يطبخ الماء، الفرن يكون مسخن يكون سخون، كتشدوا داك لي مول ديال الكيك تحطوهم في داك المول الكبير وكتكبوا الماء يعني كيجي النص ديال يعني كيطلع الماء يعني يقرب يوصل الليمون وكتباع. علاش البنات هاد القضيه اللي غادي يسولي هنا كنشرح لكم، كنقول لكم بلا هذاك الكراميل كيسخن والا درنا منه النار يعني منه العافيه راه كيتحرق وكيعطي الريحه كيبقى مذاقو ماشي زوين. هنا كديري الماء راه الكيكه كطيب كتعطيك حتى 25 دقيقه كتكون واجده حيت صغار يعني اللي يعني بغات يعني بسرعه جهد ليه النار تخليه راه ما كيتحرق ما والو، جهدي له النار عادي ماشي بحال الكيك الاخر كتنقصي وكتخليه يطيب على خاطر لا، هذا حيت تحتو الماء راه ما كيتحرقش. هنا كما كتشوفوا انا راه غادي شرحت لكم كيفاش راه ما كيت يعني من الافضل يعني كنقول لكم 100% ما ديروش الكراميل ليمول عفوا منهم الفران نقولوا راه نديروا له نزي ناقص يعني بزاف ولا لا. البنات هنا كما تشوفوا هذا هو المول اللي دويت لكم عليه اللي قلت لكم تقدروا ديروه للطياب، تكبوا داك الكراميل تكبوا داك الحليب كامل السيتر ولا ديروا من الافضل يطرو ويعني هو غادي يدير لكم يطرو الحليب ولا يطرو ونص، وانتم راكم كتزيدوا في المقادير اللي وريتكم وديروا داك الخليط ديال الكيكه راه كتجي فن هكا. هنا دهنتها غادي نكب فيها داك الشيء اللي بقى ليا ديال الكيك ديك العجينه اللي بقات ليا ديال الحلوه راه غنكبها فيه كما كتشوفوا هنايا. هنا البنات انا راه غادي نكبو الفران راه مسخن عندي قبل سخناتو لي خالتي فاطمه، هنا غادي نجيب داك الخليط نكبو ليكم. شفتوا البنات ها نتوما راني كنكب فيه شفتوا كيف غنكبو داك الخليط باش ديك الكيكه ما تضيعش، تخليوها هكا لوليداتكم تخليوها يعني يعني هذاك الحلويات اللي درتو صغار اللي عندكم اللي مول بحالي يعني تاخذو هكا في الكوتي ولا في الفطور ولا كيجيو مع الفيديو كيجيو زوينين مع القهوه. من بعد كتاخذوا داك يعني وداك الكيك اللي شاط لكم كدي طيبوه حتى هي عادي، تنقصوا ليها الفران وديروها في واحد القنيط وتنقصوا ليها العافيه حتى هي وتخليوها طيب وتديوها يديوها غدا للمدرسه لوليداتكم. ولا انا راه طيبتها وخليتها غلينا كلينا وحطنا على خاطر فاطمه بها. هذوك راه ما صبحش عليهم الحال، راجلي خدا جوج خالتي خدا جوج انا كليت كل شيء راجلي خدا جوج وخالتي جوج وانا جوج حيت نديت المسجد كيبقى واحد السباس. شوف كيفاش هانتوما راني باغي نخرجهم في الفران راه طابو كيف شفتو اللي طاحوا شويه ماشي طاحوا يعني طاحوا نيت شي طيحه غير شويه كما كتشوفوا من الافضل ما تحلوش عليهم الفران. شفتو هذيك كيف كانت في القنطره بقات منفخه تبارك الله. هنا هذيك راكم تشوفوا داك النص راه دزت فيه طول وعرض هو سخون
شفتوا كيفاش جات واعره واعره تحت حما ما نعاود لكمش ليها. هنا البنات راه غنقلب وحده بالنسبه حدايا تشوفوا داك النص كتقولي خالتي فاطمه خليه ليا يبرد بغات الذوق حيت هذوك الباقيين سخان. بالنسبه للبنات لهادو فوتجو دوهم يعني من الفرن خليهم يرتاحوا واحد جوج سوايع حتى ثلاثه سوايع يعني في الكوزينه، ومن بعد غتجيبوهم وطيبوا شويه الماء تسخنوه وتعاودوا تحطوا فوق هذاك الليمون باش كيذوب داك الكراميل. خليهم لي واحد شويه بالمدام يكون الماء طايب كما شفتوا هنايا بداتوا فوق البطاطا كتسنيو فهمت عليه سخن داك الماء وحطوا فوق داك الليمون ديال الكيك تذوب الكراميل باش كيساعدني ينزل بسهوله. الطريقه اللي كانت مزروبه غير تجبدوا من الفران وتخرجوا ماشي مشكل وقلتوا علاش حنا خليه واخا غير جوج دقائق برا يعني فوق شي ثاني ساعده ولا وعاد تقلب باش الكراميل عاوتاني وداك الحليب ما يسيحش. هنا كما كتشوفوا غنجيب باش نقلب لكم الكيكه ديالي اللي كتحمق وكتهي يا البنات. نعاود ما نعاودكم كيف الزبط كان زوين. الله 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 هنا راه لصقات ليا اللي عنده داك شي يعني شي موس. انا عندي غير هذا اللي شي واحد يكون مزيان يعني هكا راه بسهوله غادي تحيدي. هنا واحد جوج ثلاثه شوف كي جات البنات داك الكراميل شفتوا راه ما تحرك ما والو. شتي ديك الكيكه كي جات من الفخا عندي ليمون انا صغير بوتين يعني على حساب يعني شاكل جوج يعني يعني الواحد ياكل جوج راه كيتقهم. هنا كيما شفتوا واعره البنات الله شكون جات شتو كتحمق. انا هنا كنصور لكم باش تشوفوا مزيان كي جات داك الكراميل جو واعر. الحليب البنات اللي بغى يعني كيبغي المذاق الفلو بزاف يدير يطرو. البنات هنا ناخذ واحد الطريف من هاد الكيكه غادي نوريكم كيفاش كيجي. هانتوما شوفوا بسم الله سمحوا لي غندوبكم بعاوه واعرين واعرين واعرين. جربوهم على التقليديه المكونات اللي هي البصل وغير بيضه وحده ما نقدرش نهضر واعرين. غندير خاتي فاطمه الدوق وكنقول للناس اللي بغاو يحتفظوا بهم في الثلاجه راه ممكن لكم تحتفظوهم في الثلاجه راه كيجيو غزالين وبالصحه والراحه. وان شاء الله في فيديو جاي ان شاء الله تستناو لي عما قريب. باي باي لكم.